السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن الإعلامي التونسي علاء الشابي اليوم السبت عن شفائه من مرض السرطان، مشيرا إلى أن نتائج علاجه في فرنسا جاءت إيجابية. وأضاف الشابي في منشور على صفحته في فيسبوك: الحمد والشكر لله، الصحة بخير ونتائج العلاج إيجابية، شكرا لكل من سأل عني للاطمئنان. وفي 6 جوان الماضي أعلن الشابي عن إصابته بمرض السرطان، حيث قال: أواجه منذ أكثر من الشهر حربا ضروسا وقاسية مع عدو متجبر وماكر وجبان، وذلك في صمت. بعدها سافر الإعلامي التونسي إلى فرنسا لتلقي العلاج بعدما تدخل الرئيس قيس سعيد لتمكينه من السفر في فترة تطبيق إجراءات الحجر الصحي وحظر السفر.